برحب بيكم وبصبح عليكم مرة تانية. النهاردة هيئة الأرصاد بتتوقع أن الطقس هيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل بقى الجو هيكون معتدل شوية، لكن الرطوبة مكملة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. بالليل هيكون في نشاط على بعض المناطق، وده اللي هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. خلونا نتعرف على درجات الحرارة النهاردة المتوقعة. القاهرة العظمى فيها 34 والصغرى 24، العاصمة الإدارية العظمى فيها 34 والصغرى 24، اسكندرية 30-23، العالمين الجديدة 30-23، مطروح 29-25، السلوم 30-24، بورسعيد 31-25، ودمياط 30-25. لو رحنا للسويس العظمى فيها 34 والصغرى 23، إسماعيلية 35-24، العريش 31-24، طابة 33-25، كاترين 31-20، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 37-28، الفيوم 35-23. لو رحنا لبني سويف العظمى فيها 35 والصغرى 23، أسيوط 35-23، سوهاج 36-24، قنا 38-26، أسوان 39-27، الوادي الجديد 39-25، حلايب 34-26، وأخيرا شلاتين العظمى فيها 38 والصغرى 28. ونرجع مرة تانية لمصطفى المنا لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا.